بوزايدون اللي هو إله البحر، ترجمة يسر غنس. يجلس إله البحر بوزايدون أمام مكتبه ويقوم بعمليات حسابية. تقارير عديدة من مختلف إدارات المياه. كان يمكنه أن يستعين بالمساعدين كما يشاء، فعنده الكثير من المساعدين. ولأنه يمارس وظيفته بجدية زائدة، فهو يقوم دائماً بدراسة ومراجعة جميع التقارير والحسابات بنفسه، ونادراً ما يحتاج المساعدين. لا يمكن القول أن عمله يبهجه، فهو ببساطة يقوم به لأنه مكلف به. فلقد حاول أكثر من مرة البحث عن عمل آخر أكثر بهجة كما يقول، بل لقد قدم بالفعل طلبات عدة للبحث عن عمل جديد، لكنه رفض وظائف عديدة أكثر من مرة، فقد كانت لا ترق له مثل وظيفته الحالية. لم يكن سهلاً أن تجد له وظيفة أخرى، فقد كان من المستحيل أن تحدد له بحراً بعينه، بصرف النظر عن أن الحسابات هناك ليست أقل، فلا يمكن لبوزايدون العظيم إلا أن يشغل وظيفة قيادية. ولو أنك عرضت عليه عملاً بعيداً عن المياه، فمجرد الاقتراح يصيبه بالغثيان، يضطرب تنفسه الإلهي ويهتز قفص الصدر. حقيقة علينا ألا نأخذ شكواه على محمل الكتب، فعندما يتذمر عظيم علينا أن نتراجع في مثل هذه الظروف التي لا حل لها. لمجرد أن يفكر أحد في أن بوزايدون يمكن أن يترك موقعه، منذ البدء كان محددا له أن يكون إله البحر ويجب أن يظل في مكانه. أكثر ما يثير غيظه، وهذا من الأسباب الأساسية لعدم رضاه عن وظيفته، عندما يسمع ما يقال عنه من أنه لا يكف عن التجوال بعربته وسط الأمواج ماسكا شوكته الثلاثية. حتى أثناء جولته تلك يجلس في قاع بحار العالم ويقوم بلا توقف بعملياته الحسابية، باستثناء تلك الرحلة التي يقوم بها في فترات متقطعة لزيارة يوبيتر بهدف كسر الملل، رحلة يعود منها غالباً وهو في حالة حنق شديد. فهو لا يكاد يرى البحار والمحيطات إلا بشكل خاطف، وهو في طريق صعوده المتعجل للأوليمب. في حقيقة الأمر لم يكن بوزايدون باجتيازها مرة واحدة، إنه يقول دائماً أنه ينتظر حتى تأتي نهاية العالم. سوف تكون هناك لحظة هدوء بكل تأكيد يراجع فيها آخر فاتورة بالكاد قبل النهاية، ويتمكن فيها من أن يقوم بجولة سريعة في البحار والمحيطات.